Sasitin mita bubusyo aksumen to agios pragelios izmarot in divethnio khelefrale mipshoi sentenigom kiria flugisonik tukata markon ageio Evangelio to anagnos ma doxa segere بمخافةٍ أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس البشير التلميذ الطاهر بركاته بن سوتير وبن أوروتيرين يسوس بخريستوس بشيري ام فنوتي ات انق بيقول اف شائني بيوفا بن نوتي بي شائنين ام شائنين تبيني امين دقصا سيكيري مزامير وتراتيل أبينا داود النبي بركاته على جميعنا آمين اعلموا أن الرب هو إلهنا هو خلقنا وليس نحن ونحن شعبه وغنم رعياته ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم فيما هو خارج إلى الطريق أسرع واحد وجثى على ركبتيه وسأله
أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني الصالح؟ أليس أحد صالحا إلا الله وحده؟ أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حدثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: أتريد أن تكون كاملا؟ يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك واعطه للمساكين، فتربح لك كنزا في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. أما هو فاغتم من القول ومضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع وقال لتلاميذه: ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فخاف التلاميذ من الكلام، فأجابهم يسوع أيضا وقال: يا بني، ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين له: من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. وابتدأ بطرس يقول له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو ابنا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان، بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأبناء وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرون أولين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد، أمين. إنجيل هذا الصباح المبارك حدثنا الكتاب المقدس عن لقاء بين السيد المسيح له المجد وشاب غني، ويسأل الشاب الغني السيد المسيح ويقول له: أيها المعلم الصالح، ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ ولأن الكتبة والفريسيين كانوا يمنعوا أي شخص من أنه يذكر اسم الله، لكن يذكروا الله من خلال صفاته، يعني العلي المبارك الصالح. فرد عليه السيد المسيح له المجد وقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ده مش إنكار من السيد المسيح
عن ألوهيته، ولكن سؤال: هل أنت تدعوني صالحا بمعنى أن أنت تؤمن أن أنا الله، ولا أنت بتقول المعلم الصالح كده كما لقول عادة، زي ما الواحد يقول أنا بحبك يا رب، ربنا يسأله يقول له أنت فعلا بتحبني من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك، ولا مجرد كلمة أني بقول بحب ربنا؟ يقول السيد المسيح له المجد كده: الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني. يعني اللي حافظ وصايا ربنا وتعليم الكتاب المقدس في قلب نقي ويعمل بيها، هو ده بالفعل الذي يحب الله. فقال له: ينقصك شيء واحد، بيع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. في كذا فعل في الآية دي: بيع كل مالك واعطي الفقراء. اللي سمع الآية دي في العصر الحديث أو في العهد الجديد، الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان، لما سمع من الشماس في قراية الإنجيل هذا الفصل، وسمع بيع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. أنبا أنطونيوس كان عنده ميراث من أبويه 300 فدان من أجود الأراضي. مجرد أن هو سمع هذه الوصية باع كل ما يملك ووزع كل فلوسه على الفقراء والمساكين ودخل إلى البرية وأصبح يتبع السيد المسيح له المجد، وأصبح القديس الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان. ففي واحد يسمع وصية ربنا ويعمل بيها وينفذها من قلبه وينفذها بالفعل مش بس بالكلام. أيضا القديس بولس الرسول يقول: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. العالم بيبقى مليان بالمغريات والشهوات ومحبة المال وشهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. هل الإنسان ممكن يترك أو يبيع أو يخسر أمور أرضية أو أمور عالمية أو أمور مادية من أجل محبة ربنا ومن أجل التمسك بالإيمان به، من أجل حياة الإنسان الأبدية؟ ولا يبقى زي الشاب الغني اللي يقول: فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. حزن أنه مش هيقدر ينفذ الوصية. لما قارن بين محبته لربنا ومحبته للمال أو للعالم أو للشهوة، حزن أنه هو يفقد الشهوة أو المال ومحبة المال. أما الآباء القديسين اللي يذكرهم الكتاب المقدس إن هم تركوا كل شيء وتابعوا السيد المسيح له المجد، لاوي أو متى العشار اللي هو القديس متى الرسول، السيد المسيح لما شافه عند مكان الجباية قال له: اتبعني. يقول: فترك كل شيء وقام وتبعه. ترك كل شيء، ترك مكان الجباية، ترك محبة المال، ترك كل ما في العالم من شهوات ومغريات وتبع السيد المسيح له المجد. أيضا زكى العشار لما كان عنده اشتياق أن يشوف السيد المسيح اللي سمع عنه، ومر السيد المسيح وشافه هو على الجميزة وقال له: أسرع وانزل يا زكى، اليوم ينبغي أن أكون في بيتك. فقبله فرحا. تست 1 2 3. شاف السيد المسيح وحبة ربنا حركت قلبه، قال له: يا رب نصف أموالي أعطيها المساكين، وإن كنت وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف.
رد ربنا يسوع وقال اليوم حصل خلاص لهذا البيت. ترك كل شيء، ترك محبة المال، والعشارين دول كانوا معروفين بمحبة المال وبظلم الناس. ترك محبة المال وترك كل شيء من أجل محبة المسيح. ورب المجد يسوع المسيح يقول كده، محبة المال أصل لكل الشرور إذا ابتغاه قوم. قديس بولس الرسول في رسالته لتيموثاوس الأولى، إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. نلاقي على العكس مثل الغني الغبي اللي يقول في نفسه أهدم مخازني وأبني مخازن جديدة، لك يا نفسي خيرات لسنين عديدة. محبته للمال واتكاله على المال هيسمع الصوت اللي يقول له يا غبي الذي أعددته لمن يكون الليلة تؤخذ نفسك منك. كل اللي انت عملته دوت هتستفيد بيه ايه؟ كله من التراب وإلى التراب يعود. وربنا يسوع المسيح يقول كده، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، الله والمال. فأنت بتقول أنا بحبك يا رب، أنا بخدمك يا رب، يبقى محبة ربنا تبقى من كل القلب، مفيش محبة تانية تبقى تضاهيها. فهل يا ترى الإنسان يقدر يترك محبة مال، يترك محبة منصب، يترك محبة شهوة معينة؟ ممكن واحد يقول الشهوة الفلانية دي ما بقدرش بطلها، ما بقدرش عليها. طب انت بتحب ربنا؟ اذا كنت بتحب ربنا فعلا، ربنا يديك نعمة ويديك قوة انك تترك هذه الشهوة وهذه المحبة الباطلة. ايضا المال في حد ذاته مش خطية، المال هو وسيلة وليس هدف. يعني ربنا لما خلق آدم وآدم أخطأ قال له بعرق جبينك تأكل خبزك، يعني لازم تشتغل وتتعب علشان ربنا يرزقك ويديك لقمة العيش. وقديس بولس الرسول يقول من لا يعمل لا يأكل أيضا، يبقى الواحد لازم يتعب ويشقى علشان ربنا يرزقه ويلاقي متطلبات حياته ومتطلبات بيته. لكن الاتكال على المال أو تكنيز المال أو استخدام المال كسلطة وكنفوذ، وإن الواحد يسلب حقوق الناس أو يغتصب حق مش حقه أو يتسلط بماله على اللي أقل منه أو اللي أضعف منه، ويقول بفلوسي وبمالي ومركزي أقدر أعمل وأعمل وأعمل، يبقى زي الغني الغبي اللي قال له الليلة تؤخذ نفسك منك الذي أعددته لمن يكون. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. صحيح بنتعب ونشقى ونشتغل في حياتنا من أجل إن احنا نلاقي لقمة العيش أو متطلباتنا في الحياة، لكن ربنا يسوع يطلب إن احنا ما يكونش اتكال الإنسان على ماله أو مركزه أو نفوذه، وإن هو يظلم وإن هو يغتصب حقوق مش من حقه. الأخ اللي بيغتصب حق أخوه في الميراث أو حق أخته في الميراث، مش دي طمع ومحبة مال وظلم؟ ربنا ما يرضاش بكده. الإنسان اللي يظلم واحد موظف عنده أو واحد عامل عنده في أجره في مرتبه، ده ظلم قدام ربنا. يبقى ده بماله مركزه بيغتصب أمور
أو بيظلم أشخاص مش هو دوت كلام ربنا ليه. لكن السيد المسيح له المجد يقول له باع كل مالك واعطي الفقراء. يعني ان ربنا بيعلمنا ان احنا نبقى رحومين بالفقراء بالمحتاجين بالمعوزين. يقول كده رب المجد كل ما فعلتم بأحد إخواتي الأصاغر فبي قد فعلتم. يعني أي عمل رحمة أي عمل إحسان هو موجه لربنا شخصيا ويعتبر كنز لينا في السماء. إذا كان الإنسان بيدور على المال في الأرض من أجل أن يكون وسيلة يعيش بيها، لكن كنزه الحقيقي في السماء أن يكنز لي. يقول اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم. مال الظلم اللي هو العشور اللي هي مش من حقنا لكن دي حق ربنا، نصنع بيها أصدقاء ونكنز بيها كنز في السماء. ويقول حيث يكون كنزك يكون قلبك أيضا. يقول له تعالى اتبعني حاملا الصليب. تبعية السيد المسيح له المجد. إزاي نتبع السيد المسيح؟ نتبعه بالإيمان به إن هو الله الظاهر في الجسد، إن هو الخالق به كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان، إن هو الفادي والمخلص. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هو الديان العادل اللي هيجي في يوم الدينون على السحاب يجازي المسكون بالعدل ويعطي كل واحد حسب عمله. الإيمان به هو ده التبعية لرب المجد يسوع المسيح. التبعية ليه بمحبتنا القوية ليه. يقول كده قديس بولس الرسول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ من أجلك نمات طول النهار. يعني فيش حاجة تفصلنا عن محبتك يا رب، لا محبة مال ولا محبة عالم ولا محبة شهوة ولا سلطة ولا نفوذ ولا محبة شهوة بأي نوع تفصلنا عن محبة ربنا. أيضا نتبع السيد المسيح بالشركة معاه بالاتحاد به بالتناول من جسد ودمه اللي قال عنه رب المجد من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه وتكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. وزي ما كان ربنا مع يوسف الصديق يقول كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. شركة واتحاد مع ربنا. الإنسان يبقى حاطط عينه على ربنا في كل خطوة في كل عمل بيعمله وأكيد ربنا يديله نعمة ويديله بركة. نتبع ربنا بالقداسة بالطهارة بالنقاوة بالتوبة بمراجعة النفس. الإنسان دايما يراجع نفسه عن أي ضعفات أو أي أخطاء ويقر بيها قدام ربنا ويقر بيها في سر التوبة والاعتراف. يقول كده القديس بطرس الرسول في رسالته الأولى نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين أيضا. زي ما ربنا هو القدوس الذي بلا خطية عايزنا أن احنا نتشبه به نتعلم منه القداسة والطهارة والنقاوة. يقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. نتعلم من شخص رب المجد يسوع المسيح علشان نكون شبهه نكون على صورته. زي ما ربنا خلقنا في بداية الخليقة على صورته ومثاله وبعد الخطية فسدت الطبيعة ورثنا الخطية ولكن بالمعمودية والولادة الجديدة اتغفرت الخطية وتجددت الطبيعة اللي فسدت بسبب الخطية ورجعت إلى الطبيعة الأولى
اللي ربنا خلق عليها الإنسان بقداسة وطهارة ونقاوة. نحفظ القداسة، نحفظ الطهارة، نحفظ النقاوة لكي ما نكون بالفعل أبناء لله وندعوه يا أبانا الذي في السماوات. ويقول له اتبعني حاملا الصليب. رب المجد يسوع المسيح يقول في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في العالم بتواجهنا ضيقات واضطهادات ومتاعب ومشاكل ما نقدرش ان احنا نتغلب عليها الا من خلال عشرتنا مع ربنا، الا من خلال طلب المعونة والنعمة والقوة من ربنا. يقول ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. حامل الصليب يقول القديس بولس الرسول ان الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. ان قبل امجاد القيامة كان في الام الصليب، ونتألم معه لكي ما نتمجد ايضا معه. اذا كان ربنا بيسمح لينا بضيقات في العالم، لكن في وسط الضيقة وفي وسط الشدة ربنا موجود معانا، نطلب معونته ونطلب قوته تسندنا وتعبر عننا هذه الضيقة أو هذه التجربة. وربنا يسوع يقول كده طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ويقول للآباء الرسل كده إن هم أنتوا هتواجهوا اضطهادات وضيقات في العالم، وكانوا يحتملوا بصبر وشكر، وكانوا لما يسجنوهم أو يجلدوهم ويخرجوهم بعد كده ويهددوهم إن هم ما يتكلموش باسم المسيح، يقول الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل كانوا يخرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يبقى لو في العالم حوالينا في ضيقات ومتاعب ما نقولش إيه ده الدنيا صعبة، ربنا سايبنا ليه، وربنا مش شايفنا، ربنا مش سمعنا. لا، يقول بصبركم تقتنون أنفسكم. بالصبر والاحتمال وطلب معونة ربنا الإنسان يحتمل كل ضيق وكل ألم من أجل اسم ربنا. أبانا الشهداء والقديسين احتملوا آلام وعذبات كثيرة، والسنكسار يذكر آلاف الآلاف من الشهداء والقديسين اللي احتملوا من أجل اسم ربنا وفضلوا ثابتين على إيمانهم ولم ينكروا إيمانهم حتى النفس الأخير. هما دول أبائنا الشهداء القديسين اللي وصلوا لنا الإيمان، وللكنيسة ثابتة بإيمانها وإيمانهم حتى هذا الوقت. ربنا يدينا إن احنا نتبع ربنا يسوع المسيح من كل قلوبنا، زي ما بنصلي في التسبيحة كده ونقول نتبعك بكل قلوبنا، يعني قلبنا يا رب معاك، تابعين ليك، وصاياك في قلوبنا تحفظنا وترشدنا وتنور لينا كل أمور حياتنا. إذا كانت وصية ربنا يقول عنها داود النبي كده في المزمور سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. محدش يقول إن كلام ربنا وصايا ده كان زمان وما ينفعش يتنفذ دلوقتي، لا، كلام ربنا هو روح وحياة، وهو إلهنا، هو أمس واليوم وإلى الأبد. ربنا يدينا إن إحنا نتمتع بعشرة ربنا، وإن إحنا نترك من أجل محبة ربنا أي أمور عالمية أو جسدية أو مادية من أجل محبة المسيح، وإن إحنا نحتمل الصليب بصبر وشكر، ونطلب معونة ربنا دايما وقوة ربنا تسندنا في كل أمور حياتنا. ربنا يدينا نعمة وبركة ويقبل منا أصوامنا وصلواتنا في هذه الأيام المقدسة اللي فيها بنستعد لاستقبال شريعة العهد الجديد رب المجد يسوع المسيح. زي ما موسى النبي في العهد القديم صام 40 يوم على الجبل من أجل أن يستلم شريعة العهد القديم، ربنا يدينا أن نقدم هذا الصوم بكل طهارة ونقاوة
لمجد اسم ربنا ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين. أغنية أخن أم اسمي إنسا وبنت بايه بأواي بأواي قطا Theotokos Marias Mavim Ben Sotir in Tefkanin Novi Nane Arbrez Vavina Reyevono Obe Arishi Angelos Esoeb Michaelib Arkonim Nani Theowi in Tefkanin Novi حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد الأصل البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المقدس من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار آمين أخطيت حلوني أبي سلمان شلي logite ve brosav ke stase te rene pasi ke tomne mati so ya allah al azim al abadi الذي جبل الإنسان على غير فساد و
والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا الله املا قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا تقبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرأس قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا فننصت بشفاعة والدة الإله القديسة Oh.
كذكاء أليث صغار خنهم اسمي أكسي كذكاء أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والملك إلى الآبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كفو الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوة حولك الشيروبيم الممتلئون أعيونا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين من سير الشرطيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك قدوس 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 بالحقيقة يا الرب إلهنا
الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. الخلاص وأنعم علينا بالميلاد الذي من فوق واسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا وسيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مابعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد للسموات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة، هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كحسب أعماله. برحمتك الذي للتقوى، لأنه في مورس من أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. طائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحيتين، نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكرا آمين وباركه آمين وقدسه مشاهدينا الكرام، يقول السيد المسيح: الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو أخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة وأولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا زمان بيوتا وأخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون
تكونون آخرين والآخرون أولين. مشاهدينا الكرام، بهذه الكلمات المباركة نختم معكم اليوم صلاة قداس الأحد. صلينا معكم من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمساكن شيراتون. قام بالصلاة القمص أثناسيوس ماهر، القس بولس القمص أنطونيوس، وشارك في الصلاة وألقى عظة اليوم القس غبريال ماهر. شكرا لكم، وحتى نلتقي بكم يوم الأحد المقبل مع صلاة قداس الأحد، لكم منا كل التحية. بأصوات بتاخد عقلك، بلقطاتها المذهلة، حركة بترفع مستوى الأدرينالين لما